انا عندي ابن اللي عنده 18 سنه اليوم، وشفت فيه الموهبه، يعني ما حبيتش نكسر له الموهبه، خليته يعني وبالشي اللي نعرفه انا، يعني مديته بالشي اللي نعرفه، ولكن هو عنده موهبه تقدر تقول يعني يفوق المعلومات تاعي ويفوق الاشياء اللي لقيتهم له. اليوم راه ان بوتي كومبوزيتور، هذه صراحه هو اللي راهي لحلي. انا فضلت انه يدرس الموسيقى باش تكون عنده يوم باز، باش ما يكونش محدود، باش لما لانه العصر هذا ماهوش كيما عصرنا، عصر السرعه هذا، يقدر يتلاقى مع فنانين كبار، يقدر يتلاقى مع ناس دارسين الموسيقى، على الاقل يكون عندها مباجاج، يكون عنده باش يدافع على روحه. كونت انا في رحت المعهد لانسيتي الميوزيك، هي الحاجه الاولى. كنت صغير كي كنت نمشي معاه كنت نبغي نخرف هذه الاله، نبغي نبحث، نبغي شريت اله صغيره، اورك صغير، بديت نتعلم، بديت نتعلم بشويه بشويه، حتى بشويه بشويه دخلني نقرا لانسيتي الميوزيك بشويه بشويه حتى اللي وصلت هكا. انا نتمنى نكون ان غون بيانيست، قايت منها انا واحد من الناس تمناها، ونخدم مع الناس، نخدم حاجه بروبر، حاجه نظيفه اللي تشرف وهران، تشرف الجزائر كومبليت، تشرفنا في كاع العالم ان شاء الله. بالك ان شاء الله تكون حاجه عالميه، وان شاء الله نسيو باش نديرو دي ستيل شابين، دي ستيل جدد، نكون ندخلوا في الموديل الجديد، ونقعدوا في لي بارول غير هما نقيين، وان شاء الله لينا والجميع. نظن انه نقدروا من الشباب هذا نخلقوا جيل يعني اللي يقدر يفوق الاجيال اللي فاتت، يقدر يفوقنا ويفوق الاجيال اللي فاتتنا. نتمنى من السلطات هذا يعني تشوف الجانب هذا، وتشوف المدارس، وتكون لازم تكون الناس، تكون موسيقيين، وتكون فنانين، وتكون مسرحيين، وتكون الناس اللي كاين موهبات، اللي عندهم موهبه في الكتابه، كاين اللي عندهم في المسرح، كاين لازم الدوله ترعى هاد الناس، وكيما البوكي تاع الورد، كيما البوكي تاع الحبق، ولا كي تسقيه دائما تسقيه دائما يعطيك رائحه طيبه، ويعطيك ازهار مليحه، ويعطيك نظره في البستان، يعني اللي تقدر تختار تكون فراسك تاع ورود، تقدر تختار مما تبغي. ولا كاين نقص الفنانين، يعني ما راهمش 100% مستفادين، ولكن راهم مستفادين كمان. كاين قوانين، داروا سانديكا تاع الفنانين، راهم دايرين هادو لي دروا دوتور، يعني بشويه بشويه الامور تمشي، وحنا يعني قال لك اللي بغاها كاع خلاها كاع. مطول دليل كيف طال، وانا في بيته غير وحدي، غسلي مبني على الخبال، ما صبت سياكه كي نسدي، جاني مرسول بعد حال، دق في الباب قال سيدي، قلت له اهلا وسهلا، مقدومك هالريمه عندي نترجى فيك قداش حال، يا طفله فيك خاب سعدي، مطول دليل كيف طال، وانا في بيته غير وحدي، يا مطول دليل كيف طال، وانا في بيتي غير وحدي. سلاك كي نجيك راني غايتي نحرب، خفت الشيعات جي عليك، بدات تموحا تهرب، وانا في العمر رخصتي هنيك، الغد ولا النوم صعب، وانا متهوم غير بيك، قالت رقيب كان رقب، ما صبت سلاك كي نجيك راني غايتي نحرب، خفت الشيعات جي عليك، بدات تموحا تهرب، متهوم غير بي مضمون دليل كيف طال.